السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف موقع عاملاه شركة ميتا بتاعت الفيسبوك والانستجرام والواتساب، عبارة إن لو في طفلة رسم أي شخبطة بيبدأ إن هو يرفعها ويحولها لأنيميشن. طيب خلينا نقول له جيت ستارت، وهقول له أبلود فوتو. خلينا نختار الشخصية ديت، بيبدأ بقى هو يرفع الشخصية ويبدأ ان هو يحللها. اقول له نيكست، بيقول لك ان الرسومات دي بتفيد البحث وكده. بيقول لي دلوقتي بقى حدد حدود بتاع الشخصية اهيت نيكست. هيبدأ بقى يحط مثلا هنا خط بحيث ان انت ده اللي هتشتغل عليه. لان هو بيحدد المفاصل بتاع الحركة اهيت. تمام، لو انت في حاجة عايز تحركها تقدر ان انت تعدل فيها. طيب اقول له نيكست، هو كده أدرك الأماكن بتاع كل عنصر. هنا دي بقى الحركات كلها، تقدر إن أنت تختار الشكل اللي أنت عايزه يتحرك إزاي، ومن هنا تختار نوع الحركة. ولو في حاجة حسيت انها مش مظبوطة ممكن تقول له فيكس وتعدل الشكل بتاعك. ممكن تعمل درو، تبدأ ترسم او تعمل شير.